هذه سيارة الشهيد خالد المعراتي التي تم استهدافه وهو ذاهب إلى الفرن لإحضار الخبز لأطفاله، وبعد أن تم إطلاق النار عليه قامت عربة البرد إم بصدم السيارة وهدم منزل. وهذه هي سيارة الشهيد خالد معراتي، خان شيخون، 13/2/2012. طلي تحت عم هون ليك من هون، طلي على الطلقات، طلي الوضعية، طلي ليك من هون. نحكم غرابيك